على كل المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف من الرياض محمد بن خالد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. سيد محمد أهلا بك. دعنا نبدأ بمشروع ربط الرياض والدمام بقطار فائق السرعة. أنتوا الآن خصصتوا لشركة إسبانية للقيام بدراسة جدوى، ما هو الإطار الزمني اللي بنتحدث عنه وكم حتكون تكلفة هالمشروع؟ مساء الخير. مدة الدراسة 10 أشهر، تكلفة تقديرية حتظهر جزء من نتائج الدراسة. طيب كم تتوقعوا أنه حيكون التكلفة؟ أكيد عندكم أرقام قبل ما تكونوا عينتوا شركة للقيام بهذا المشروع سيد محمد. في الواقع يعني يعتمد التكلفة على الدراسة، لأنه في من ضمن الدراسة احتمالات في المسارات. في احتمال أن يربط مباشرة من الدمام إلى الرياض، واحتمال آخر وهذا ضمن الدراسة أنه يستخدم الخط الحالي ليتجه إلى الهفوف وبعدين يروح الرياض. طيب كيف الدراسة تشمل يعني اختيار المسار، التكلفة تعتمد على هذا. طيب كيف حيتم تمويل المشروع سيد محمد؟ هذا إن شاء الله في المرحلة اللاحقة بعد أن يتم انتهاء الدراسة وكتبت جدواها يرفع لأصحاب القرار في هذا الموضوع. إما أن يتم تمويل مباشر من الدولة أو يتم إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المشروع. طيب عندكم شركات بالبايبلاين هي اللي حتقوم بتنفيذ هذا المشروع، هنتحدث عن شركات سعودية، هنتحدث عن شركات أجنبية، كيف حتكون الصورة بعد الانتهاء من هذه الدراسة؟ عندنا مثال جيد الآن لماثل لهذا المشروع واللي هو قطار الحرمين اللي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وقطار كهربائي سريع 300 كيلو هو نفس المنوال المتوجه فيه. المشروع هذا كانت فيه ائتلافات من شركات سعودية وشركات أجنبية مختصة في مجال السكك الحديدية. طيب خلينا نتحدث عن الموضوع الثاني، في الآن مشروع آخر لربط البحرين مع السعودية عبر الجسر، حيكون فيه 3 مسارات، مسارين قطار ومسار للسيارات. الجسر الأول اللي كان تم تنفيذه منذ زمن طويل كان قيمته تقريبا 800 مليون دولار، الآن عن ماذا نتحدث؟ كم سوف يتم تخصيص لبناء هكذا مشروع؟ أولاً أود أن أوضح الجزء من المشروع هذا هو جزء من ربط الدول مجلس التعاون الخليجي. اللي يتولى هذا الجزء من المشروع ربط البحرين بالسعودية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، يتم التنسيق المباشر مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لأنه سيتم ربط هذا الخط بخط الدمام من الرياض. اللي متولي المسؤولية المشروع هو المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. طيب أعطينا إطار زمني لهالمشروع، متى سوف يتم بدءه؟ كم هي حتكون التكلفة؟ شو هو الإطار الزمني اللي بنتحدث عنه؟ وكيف سوف يتم تمويله؟ هو الآن أيضا لازال في مرحلة الدراسة يعني والتصميم في الواقع، وهو زي ما ذكرت أنتم في التقرير أنه أيضا يكون فيه حيز للسيارات بالإضافة للقطار. ما حيتم إلا بعد انتهاء الدراسات والتصميم بعدين يعني تقدر القيمة التقديرية للمشروع. طب متى بكم هي مدة هذه الدراسة؟ هل هي نفس الشركة اللي بتقوم بنفس الدراسة؟ لا لا مختلفة، لا هذه العقد اللي ذكرتي سابقا اللي هو الدمام الرياض إيه؟ هذا مباشر مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أما هذا فهو بين يعني متوليه مؤسسة الملك جسر الملك فهد وبين السعودية والبحرين، ففي استشاري يعني مختلف ولا يتابع من المؤسسة مباشرة عشان أقدر أعطي أرقام أو تواريخ. طيب سيد محمد بن خالد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية كنت معي مباشرة أو عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.